السلام عليكم. دلوقتي انا حابب اشير معاك كده بعض الخطوات من الجامعه. هو ده كده الجامعه. يعني زي ما انتم شايفين كده الجامعه تقريبا 80% منها مساحات خضراء. اللي قدامنا ده اللي هو اسمه راندل مان هول، اللي هو بتاع الحاجات الإدارية والطلبة والحاجات بتاعة تخص اللي هي الحاجات شبه شؤون الطلبة. يعني عندنا هنا دوت الباستوب، الباصات بتيجي عنده. هنا دي المكتبة، المبنى اللي هناك ده كده. ورا الزرع الاخضر ده هنلاقي الحاجات اللي هم بيعملوا فيها الاورينتيشن والحاجات الاولمبيه بتاعت الطلبه، مسابقات الاولمبيه ما بين الطلبه، يعني بتاعت الجامعات والكلام ده. الجامعه تقريبا زي ما قلت قبل كده ان هي واخده تقريبا نص المدينة. هي طبعا المدينة كبيرة جدا، والجامعة كمان كبيرة جدا جدا. يعني انا هحاول كده ان انا امشي معاكم شوية. هو اللي هناك ده هو اخر المبنى هنا، ده اسمه مبنى اسمه بيك هول. حاجات بقى اللي هي ممكن تلاقيه جوه ستار بوكس وحاجات كده. هنا لو في اي اعلانات ماما بينزلوها هنا، بس غالبا يعني ده كان قديما. حاليا كله بينزل اونلاين على الويب سايت. طبعا هنا اشهر الاقسام الهندسيه، صيدله، اسنان، تمريض. طبعا التمريض هنا مهتمين بيهم بزيادة شوية. في هنا الأقسام بتاع التجارة عندنا في مصر، سواء بقى accounting، سواء business administration، وفي يعني في sub categories كده لل business administration هنا برضو موجودة. في تربية، في physics، ايه تاني، حاجات كتير. يعني احنا اقسم وبتاعت وتربية طفولة وزراعة يعني، وفي اللي هي الـ public relations والـ eastern languages تقريبا. حاجات كتير. احنا ممكن زي ما بعتلكوا قبل كده الاقسام كلها على الويب سايت. يعني الحاجات اللي هي المتنقلة قوي هنا اللو، طبعا القانون. ففي حاجات كتير هنا. لو عايزين تتسربوا على او تشوفوا حاجات اكتر، تحتاجوا ان انتوا تشوفوا الويب سايت، تشوفوا كل قسم مطلوب فيه requirements ايه كده. يعني غالبا ده مش هيبقى اخر فيديو، هيبقى دوت بس مجرد اول فيديو للمنطقة المحيطة هنا. بعد كده ممكن ناخد جولات داخلية.